سلام البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى الف الف خير. كنتمنى تكونوا في صحه جيده واموركم هانيه. عواشركم مبروكه باش ما تمنيتوا، ان شاء الله تدخل عليكم الصحه والعافيه وطول العمر. اليوم ان شاء الله روتين جديد كيف ما كتشوفوا، بديتو لكم بالحداقه يا لالا كيف ما العاده. المهم الكوكوت عندي كانت باقا نقيه، غير هي سلقت فيها كبطاطا فصيبت معقوده، وملي كنسلق فيها البطاطا كتزرق كيف ما شفتوا. ودابا غادي نضرب لها واحد الحكه يا البنات، غادي نحكها بجيكس، نحك الكاسرونات والمقراش. المهم اي شويه هكا، ما غاديش نحك المعان كامل لان كلشي باقي عندي محكوك واغلبيه ما جابتهاش. غادي نحك غير داكشي يعني اللي غادي نخدم به. صافي كنتمنى. المهم غسلت المواعن، غسلت هذاك الشيء هكا الشبكه، رجعت غسلتها ورجعت لها المواعن. صافي دابا الكوكوت غادي ندوز عليها. عندي الدجاج تو خاصني نغسلو، راني دايره في الثلاجه. صافي هادشي اللي كاين. كنتمنى ان شاء الله هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ويعجبكم. شوفوا خوتكم ما كتساليش من تماره، ما كتساليش ديما ديما البنات تماره لاصقه لاصقه، واخا ديروا في الثلاجه واخا يعني هي تهرب مني انا نلصق فيها. ايوا اللهم لك الحمد. ومهم اصلا هاد العيد البنات راه هي تاع التماره والتخمال والروينه وراكم عارفين. صافي هادي راه شللتها، لقيتها باقا واحد شويه. المهم ما تضحكوش عليا، اعدى حاجه عندي البنات هي الجيكس، ما تنحمش المواعن تاع الجيكس الصراحه، حيت كيعذبوني وانا عندي فقر الدم. عندي البنات فقر الدم. شوفوا دايره البول حيت خسرت ليا وما لقيتش فنش التليفون، حاطه التليفون وحاطه السيبوراب مضويه بها. كيف قلت لكم ما عنديش مع الجيكس، ما عندي فقر الدم وتيه وليا يديه وكيضرسني. المهم راه النفس صافيه البنات والله العظيم، راه النفس هي اللي مقفانه وصافي. صافي انا المقراش حكيتو، غادي نعاود ندوز عليها هكا واحد التدويزه خفيفه. صافي وكيف ما شفتو راه كملت، رميتو والدي حيت اصلا ما تنحملوش. صافي غادينا غادي نشلو بداك من داك الصابون البلدي والجيكس، وغادي غادي ندوز عليهم اوني وشبيكه عاد فاش نشللهم ونحيدهم. المهم هنا باقي المواعن ما رتبشهمش، راه باقي عندي في الجهه الاخرى. انا دابا غادي نسالي ونرتبهم. المهم راه اللي غسلته كنكفي في الجهه الاخرى، وغادي نجمع الكوزينه ونسيقها نخرج منها يعني مفينيا. صافي المهم يبقى ليا شي حاجه. المهم اليوم ان شاء الله غادي نفيني الكوزينه نحيدها عليا، نمسح شويه الحيوط ونسميتو. غادي يبقى ليا غير القضيه، غادي نكملها ان شاء الله. صافي ونمشيو للحمام نرتاحوا شويه الصراحه، راه جايه تمرات بقى جايه تمرات ديال العيد. ايوا هادشي اللي كاين، يلا نتوما معايا. كنتمنى ان شاء الله هذا الروتين ينال الاعجاب ديالكم ويعجبكم. الى عجبكم ما تبخلوش عليا بلي لايك وبارطاج القناه، وشكرا شكرا شكرا لكم على الدعم وعلى الحب ديالكم، راكم في القلب دائما دائما. صافي هادشي اللي كاين. المهم انا حيدت المواعن شللتهم، صافي هنا البنات دست باش غادي نغسل الدجاج. المهم جبت هكا واحد ثلاثة طيور هكا ديال الدجاج، واحد خليته صين وواحد وجوج قطعتهم. حيت راكم عارفين يعني العيد راه ما نبركوش على اللحم، اللحم اللحم اصلا اللحم راه ماشي صحي بزاف تاني اللي كثرنا فيه. صافي هكا نبدلو مره دجاج مره لحم. المهم الحوت ما كاينش. صافي هادشي اللي كاين. غادي كيف ما شفتوا انا الطريقه ديالي، كناخذ الدجاج وكنحكو مزيان بالملحه، كنحيد منه هذيك الملحه كتحيد ليا السلوكه وكل شيء. كيف ما قلت لكم كتحيد ليا السلوكه، كتحيد ليا كل شيء ديال الدجاج، وتبقى ليا الدجاج نقي وزوين. عاد كيفاش كنرقدو في الحامض وفي الخل ديال الحامض،
يلا انا غادي نسالي. هاكا يحيى صافي، غادي نبقى بحال هكا يعني حتى نكمل هاد الكميه كامله اللي عندي. كنهز كنحط هكا واحد الباكيه ديال الملح حدايا، كنبقى هكا فاش كنحك بالملحه كيبقاو ليا دوك السلوكه والخيوط وسميتو تتبقى ليا في يديا كنحيدها. داكشي علاش كيجي هكا الدجاج ما تيبقى فيه لا زفر لا حتى شي حاجه. وبنفس الطريقه غادي هاد الطير، المهم خليته هكا صين ما كبرش بزاف يعني غير مايل، وغادي نحكو هكا بالملحه ثاني مزيان، نحيد لي هذاك الشيء هكا اللي كيكون الوسط، وغادي منين نسالي يعني نحكو كامل ونسالي عاد فاش نرجع معكم فاش نعاود نشلو. كنشلو هكا نشلو واحد جوج مرات ولا ثلاثه. عاد البنات غادي ندير ليه هذا العصير الحامض، وندير ليه واحد الحامضه لقيت عندي وحده، ندير ليه هكا واحد الحامضه ونخليه مرقد. صافي هنا قربت لكم شويه كيف ما كتشوفوا، واخا يعني جات الصوره هكا مضبه اسمحوا لي. وصافي صافي هنا غادي نشلل هذاك الدجاج كامل من الملحه ونعاود نشلو عاد فاش نرقدو في الملحه والحامض وهذا العصير الحامض. المهم هذه راه الليله البنات انا كيعجبني الشقه ديال الليل، كيعجبني وتبارك الله كناخذ راحتي فيه ماشي بحال هكا الشقه ديال النهار. المهم كنبغي في الصباح منين نفيق نلقى الكوزينه مجموعه، كنبدا نهاري هو هذاك. اما لا لقيتها مرونه والمواعن ما حيت كديري الغدا ما حيت كي المواعن ما حيت كي سميتو كي شويه خايبه. صافي هنايا عصرت هذيك الحامضه قطعتها، غادي ندير هاد العصير تاع الحامض حتى هويا وندير ميها ونرقد فيها الدجاج ونرجع معكم ان شاء الله. يعني نخليها هكا مرقد واحد ساعه عاد فاش نديرو في الشبكه باش يترقد. وها نتوما معايا ان شاء الله. صافي البنات كيف ما شفتوا هاني هنايا كندير فيه الدجاج باش هكا باش يترقد ليا ويشرب ليا داك الحامض وما تبقاش فيه ديك الصفوره تاع الدجاج، حتى لا طيبتيه يجيك بنين وزوين. صافي ونشلوه مزيان من الملحه. صراحه فاش كنوصل الدجاج هكا بهذه الطريقه البنات منين نكون نصبو وما نكثرش الملحه، دير غير القياس ديال الملح لانه كيكون شارب الملحه. صافي هنا هاد الكاسرونات اللي حكيتهم غادي نعلقهم هنا حدايا. المقيرش ها واش كيف ما شفتوا ولا كيشعل. هادو ديال العطريه حتى هما غادي نجمعهم ونحيدهم. الكوكوت حتى هي البنات كيف ما كتشوفوا تبارك الله ولات كتشعل. ويعني الطاجين كنحطوه هكا فوق الفران. الزلايف غادي نرجعهم هكا للبيت لينا لبلاصتهم. المهم ملي نغسل المويه خاصني كل حاجه نرجعها لبلاصتها ونخوي الشبكه. الا ما خويش الشبكه راك تتبقى الروينه هي اللي تغسلت تاني تزاد في الشبكه وراك يولي عندك عرام وروينه فوق البوطاجي. صافي هنايا كل حاجه كيف ما قلت لكم غادي نرجعها لبلاصتها وندوز نمسح هاد الفوق البوطاجي. نمسحه ونقاد ليه لانه ترون وتربج، وليت هكا نجبد هكا في مونينيكس ونحط نجبد الميكسور ونرجع نضرب لهم هكا واحد المسيحه. وهادو حتى هما غادي نمسحهم ما غادي نشفرط فيهم لان كادو ديال ماما وكادو تاع ماما عزيز. يعني واخا تهرست منها تهرسوا هكا جوج قراي، تهرسوا البنات جوج قراي كيف ما قلت لكم كادو عزيز. انا كنعز الكادو وكنديرو في عينيا يعني ما كان واخا تهرسوا. صافي غادي نبقى هكا راه هانتوما راه مطقوبه من هنا وخلص سقتها. نبقى هكا مره نبدل يعني طلعوا لي هادو فراسي ندير هادو وغاده.
صافي هنا غادي نرجعهم كارطونه. المهم انا راه بقيت محافظه على الكارطونه، دابا غادي نرجعهم ولا حتى ان شاء الله نكمل داري هكا اللي في الكاب ونكملها في السطح ونديهم. المهم الحاجه اللي عندي منها جوج ندي منها وحده تمايا. صافي هنا هاد البواطات هكا ديال الزيتون خواو غادي نحيدهم حتى نجي ان شاء الله الزيتون ونرتب كل شيء. يلا هانتوما معايا. صافي غزاله ديولي انا رتبت كل شيء وشوفوا هنا الروينه اللي كاينه هنايا. صافي هنا غادي نمسح هكا واحد المسحه خفيفه ونرجع هاد البواطات هكا نمسحهم مسحه خفيفه لان هما اصلا نقيين. صافي هنا المهم دايره القهوه ودايره اتاي دايره سنيده والسكر ديال القهوه واتاي وسكر كبير ديال اتاي. صافي هادشي اللي دايره في هاد البواطه. صافي هنا مسحت كيف ما شفتوا وغادي نرجع هاكا العجانه نقادها هنايا. المونينكس تاعي غادي نحطها هاكا هنايا. المهم صراحه العجانه خاسره ليا و بغيت نمشي نصايبها ما ساليتش، والله ما ساليت البنات صراحه كتنفع والله الا كتنفع. واخا كيعجبني هاكا نعجن بيديا مني كتكوني هاكا عيانه وش حاجه راه كتنفعك. ايوا هادشي اللي كاين البنات. صافي هاد الميكسور شوفوا في ولا مليوح صراحه كنشرو الحاجه بالشهوه ولكن من كثره الضيق وما بقيتيش لقيت فين تحط الحاجه. انا راه عندي البلاكارات الفوق ولكن بعادين عليا داكشي علاش ما تنحطش فيهم. ايوا هادشي اللي كاين هنا غادي وصراحه اللي ما عندوش دار وباقي ما مستقرش يشري ويقيس ما يشريش الماعن بزاف. ايوا هادشي اللي كاين هنايا كيف ما شفتوا راني ساليت. غادي نعلق هي هاد البلاطوات هنايا و صافي انا كملت هاد الجهه الفوق و صافي هنايا غادي ندوز باش غادي نمسح البوطه ونحك كل شيء و صافي هنا رشيت لي لانس في الفران. صافي هنا غادي كيف ما شفتوا كندير في المونتاج كنتصنت فيه هي باغي يمشي عليا. ايوا قديت كلشي كيف ما شفتوا الكوكوت نقيه المقراش نقي وكلشي يعني مقاد. صافي هنا غادي نمسح هاد البوطاجي راني فينيتو الفوق فينيتو. هنا غادي ندوز ان شاء الله باش نرش هكا هنايا نمسح هكا غير من التسم ديال البوطه صافي ولا كاين شي غبره. ايوا هادشي اللي كاين الله يرزقها الصحه والسلامه. والله البنات لا تعمر ما كتساليش واخا يعني تضلي واقفه واخا تضلي واقفه ما كتساليش تعمر. ايوا الله يرزق الصحه والسلامه. صافي الدجاج كيف ما شفتوا غادي نعاود هكا نشلو هاد الشليله خفيفه لانني بغيت يبقى فيه هكا الحامض. ايوا نخليه هنا حتى يتسقطر مزيان عاد فاش نديرو هكا في بلاستيكات ونديرو في الثلاجه. صافي هنايا خليته هكا مسوخر يعني الشبكه درتها فوق البانيو هكا في لافافو ملي ملهيه وانايا كنمسح هكا ملي راه كيبان لكم قريب ولكن راني راه الدجاج راه بعيد. صافي هنا غادي نحك بالتيتو بجافيل باش نحيد الزفوره ديال الدجاج وهانتوما معايا ان شاء الله الله يرزقك الصحه والسلامه وطول العمر.
مره تاع مره لاصقه لاصقه اللي ديري اليوم ديري غدا والله العظيم البنات. صافي هنا مسحت ثاني هنايا في هذا الجناب صافي غادي ناخذ هكا شي حاجه وغادي نشل الحيوط نشل هكا البوطاجي عاد فاش غادي ندوز باش نضرب الثقه للكوزينه غادي ندوز باش غادي نشارك معكم التقضيه. المهم ما تقديتش يعني باقا ما تقديتش كلشي ولكن نقصت عليا هكا شي حاجه نقصت عليا العطريه. ومهم مشينا هكا دارنا هكا في مرجاني شويه. المهم خديت هاد الشوايه لا ماكوان بنات دايره 20 درهم بزز باش خلى لي ب 20 درهم قال لي 500. خديت الملحه وخديت هكا واحد جوج مويسات باينيو هذا 260 والشبكه ب 260. خديت هنا الطون 4 مرجان فرماج المايونيز هنايا الخميره والالزا هنا الجبن البنات هنا الخل الحامض ومطيشه هنايا ثاني كروا ديال العود وسنيده. صافي هادشي اللي خديت يعني ما واخا مشيت المرجان يعني انا ما تقديتش بزاف. وهذه البنات الميكا فيها 50 حبه ب10 دراهم. هنا خديت كيلو تاع البرقوق الضيج على البركه هنا رابعه ديال الخرقوم البلدي رابعه السكنجبير هنا رابعه البزار باقا ما طحنتوش رابعه الكمون رابعه العنب رابعه ديال رابعه العنب رابعه القرفه رابعه التحميره واشنو شنو تاني امروزيه القزبر. مهم قديت القضيه كامله. وهذه البنات خديتها وقيله ب 540 هاد المناضه. صافي هذه هي العطريه اللي خديت. المهم انا نبغي نقادها في القرايه ضروري ما نشارك معكم وهذا الشيء اللي كاين صراحه. صافي البنات كيف ما شفتوا هنا الكوزينه صيقتها جمعت كل شيء فينيت كل شيء. المهم باقا ليا المقضيه تما حتى نرتبها لا الفران حتى هو مسحتو والكوزينه يعني فينيتها باقا ليا غدا ان شاء الله غادي نرجع معكم باش نفينيها. وهذا الشيء اللي كاين هاد المطيبات نديرهم في المجر يلاه حتى غدا نكملوا الفيديو. سلام بنات. المهم دابا ان شاء الله غادي المهم دابا حتى النهار الاخر عاد فاش درت لوليداتي هكا الغدا والكوزينه كيف ما شفتوا صبحت مجموعه مشيت تسخرت تقدي داكشي اللي خاصني وغادي نكمل نختم معكم الفيديو مع بهاد الحليوه اللي كتجي الصراحه اكثر من رائعه. المهم درت رابعه ديال الزبده اللي هي ماماتي ف 250 غرام ها هي عندي جوج كيسان ديال السكر كلاصي زوج كيسان ديال الزيت كاس ديال الكوك اللي مطحون وربعه البيضات زوج معالق تاع الكاكاو الدقيق على حساب الخليط واحد جوج فانيات وربعه الخميرات. وبالنسبه للتزيين انا غادي نعجنها ونرجع معكم. المهم ها نتوما معايا ان شاء الله. المهم كمرحله اولى غادي ناخذ ديك ربعه الزبده وهاد جوج كيسان ديال السكر كلاصي غادي ناخذ نخدم هاد الزبده والسكر كلاصي مزيان. شوفوا جوينا حيتاش ما عندي السيبو راه كنصور غير بيد وكن خدامه باليد الاخر. يلا هانتوما معايا صافي البنات. شوفوا من بعد ما خدمت ديك الزبده والسكر مزيان غادي نزيد جوج كيسان ديال الزيت البنات جوج كيسان بالعبار ديال العنبه راه يديري بوحدي وكنصور بوحدي قلت نصور معكم هاد الحليوه اللي انا متاكده كتجي اكثر من رائعه. غادي نخدم ثاني هاد الزيت مع الزبده والسكر كلاصي ونرجع معكم باش ما نطولوش الفيديو. صافي البنات هنايا من بعد ما ضفت الدقيق غيطيب على اي ناس تشد ليا غادي ندير جوج فاشي تاع
تاع الفاني ها هما، وغادي ندير كاس ديال الكوك اللي مطحون كان عندي في الكونجيلاتور، صافي غادي نخدمها مزيان عاد فاش نزيد البيض بحال هكا. ديك الزبده حتى تذوب ليا نزيد بدات من بعد ما زدت هذوك ربعه البيضات غادي نخدم هاد العجينه هكا مزيان وهاد الزبده يعني حتى تذوب ليا نخدمها مزيان مزيان. ايوا وغادي نزيد الكاكاو، المهم الكاكاو تبقى على حساب اللون، المهم نديروها هكا كحله وغادي نخدمها مزيان عاد فاش غادي نبدا نزيد الدقيق بشوي بشوي وربعه ديال الخميره تاع البنات. هنا البنات غادي نبدا نكور هكا من بعد ما جمعتها كيف ما كتشوفوا عجينتها، نبدا ندير هكا قويره، انا غطسها في السنيده على هذا الشكل ونحطها في اللاطه وندير عليها هكا. خديت شوكولات كالو قسمته على اربعه، كل وحده قسمتها كيف ما قلت لكم، خديت شوكولات كالو وكل واحد كل شوكولاته ديال اربعه دراهم قسمتها على اربعه، وغادي نمشي هكا بنفس الطريقه، غادي نكور نغطسها في السنيده ونحطها هكا في اللاطه، ناخذ الشوكولاته ونحطها يعني ندير ربع تاع الشوكولاته نديرها فوق الكره الوسط يعني في الوسط. صافي البنات هذه هي غريبه ديالنا، صراحه ما غاديش نطيبها في الدار، نطيبها في الزنقه. نطيبها في الفران ديال الزنقه، الصراحه كتجي زوينه. صافي من الطيب ان شاء الله نرجع معكم باش نوريكم الشكل النهائي. ساهله كنكوروها هكا نغطسوها في سنيده ونحطوها، صراحه ما كنت ناويه ندير لا حلوه لا شي حاجه غير بروغرام تقلب وصافي، قلت غادي ندير اي شي كيكه وشويه البطبوط هكا في الصباح ديال العيد. ايوا هذا اول عيد غادي نعيد في الدار، المهم كنت كنعيد مع عدوستي، المهم 12 عام وانا كنعيد معها، اول عيد ان شاء الله غادي نعيد في الدار وانتم معايا ان شاء الله باش نشارك معكم الحليوه من تجي من الفران. صافي البنات كيف ما كتشوفوا الحليوه ديالنا من بعد ما جات من الفران كتجي هشيشه وكتجي رطبه وزوينه. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. ها هي البنات شوفوا كتجي مشقه، كتجي كامله مشقه بحال هكا، ولكن راه كتجي رائعه رائعه البنات. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. يلا الغزاله ديولي هنا غادي سالي الفيديو، كنتمنى باش يعجبكم وعواشر مبروكه تدخل عليكم بالصحه والسلامه مره اخرى. يلا السلام عليكم، خليت لكم راحه ونتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو جديد.